عملنا اللحمة في البرطمان، والناس كان ليها تعليقات كتير قوي ان خايفين ان البرطمان يفرقع او يتكسر، ما يستحملش السخونية. يا جماعة، الازاز او الكوبايات او البرطمان تقدري انك تسوي فيه نفس فكرة الفرخة اللي بنحط جواها الازازة، بتستحمل معايا درجة الحرارة العالية، ولكن اهم حاجة حاولي انك ما تجيبيش مية ساقعة جنب الازاز وهو سخن، نفس معاملة البايركس علشان ما يتكسرش. غير كده هنعمل اي حاجة في الازاز عادي جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل رول اللحمة المفروم في الكوباية، وهيطلع معانا كده شبه عرق اللحمة او اللحمة الباردة، هيطلع شكله حلو جدا جدا زي ما احنا شايفين. طريقته سهلة قوي وجديدة قوي، بصراحة هتعجبكم جدا. شايفين شكلها تحفة تحفة بجد، وطعمها حلو قوي قوي قوي. ان شاء الله الطريقة تعجبكم، خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الطبخة سهلة، ومعاكم نشوى مجدي. هنعمل النهاردة إن شاء الله رول اللحمة المفروم، هو شبه اللحمة الباردة شوية. هجيب كمية اللحمة المفرومة بتاعتي، وطبعا أي كمية أنت عايزة تعمليها. أنا هنا عندي تقريبا 350 جرام، هحط عليهم بصلاية مبشورة، بصلاية متوسطة وتكون عندي ناعمة جدا جدا، وهحط الملح والفلفل الأسود، وعندي هنا معلقة من بهارات المشاوي، انا كنت عملتها في فيديو قبل كده، بصراحة بتدي طعم اللحوم يعني طعم رائع. وبعدين هبدأ اني اعجن كل الخليط ده مع بعض، وهعجنه كويس قوي، اما اني اعجنه بايدي كده لحد ما الاقيه يتماسك مع بعض، او اني ارجعه الكبة تاني وابدأ اني افرمه مع بعض لحد ما اوصل لقوام يعني ما احسش فيه باي نسيج من نسيج اللحمة، يحس ان هو كده عجين مع بعض. انا هنا كده فضلت اعجن فيه بايدي لحد ما حسيت ان هو كله اختلط مع بعضه كويس قوي، واللحمة بقت متماسكة، عشان اضمن اني لما احطها هتمسك مع بعض وتكون لي الرول بتاعي، ما تفكش معايا. لو اللحمة خشنة معايا او مفرومة نص فرمة او فرمة واحدة هتفك معايا ومش هتمسك رول. بعد كده بقى هجيب المج بتاعي، انا المج ده بتاعي كبير شوية، يعني هو شبه كده كوباية عصير القصب الكبيرة دي، علشان تكفي كمية اللحمة بتاعتي، وتقدري ان انت تعمليها مثلا لو عندك مجات عادية بتاعت الشاي ممكن تقسميها على مجين مثلا. هنبدأ ناخد بقى من كمية اللحمة بتاعتي، وابدأ اني اضغط كويس علشان ما اخليش فيها اي هوا ولا اي فراغات، علشان تكون لي رول كده شكله حلو من غير اي تشققات ومن غير اي فراغات فيه. طبعا اكيد هيطلع معاكي فراغات برضو او اي تشقق بعد ما اللحمة تستوي، ولكن برضو يكون متماسك وتقدري انك تقطعيه بشكل كويس. او كل ما هضيف قطعة من اللحمة افضل اني اضغط عليها لحد ما تتساوى، واحس انها امتزجت كلها كده مع بعض واخدت شكل زي ما احنا شايفين اهو، مفيش فراغات. اكيد طبعا واحنا بنضغط من ناحية ممكن تلاقي ناحية طلعت ناحية فيها جزء فاضي، ولكن يعني على قد ما اقدر احاول ان ما يكونش فيها اي فراغات. بعد كده بقى هجيب ورقة فويل وهحاول اغطيها كويس، علشان وهي بتستوي المية ما تنزلش جوه اللحمة، احنا هنشوف لسه هنسويها ازاي، لكن اهم حاجة اني اغطيها علشان مية السوى ما تدخلش جوه اللحمة وتخليها لي زي المسلوقة، انا عايزاها هي بس ميتها وبدهونها بس تستوي. بعد كده هجيب عندي هنا حلة، وتبقى على قد المجات بتاعتي او المج اللي انت هتحطي فيه، لو هتحطي مجات عادية او مجات كبيرة، وهحاول اني انزل فيه كوباية او المج بالشكل ده، وتكون تقريبا عند نص المج، ما تبقاش اكتر من كده، علشان لما تغلي المية ما تدخلش جوه الكوباية زي ما قلنا، هي لحد النص تبقى كويسة قوي. وهغطيها وهاخدها بقى احطها على النار، عندي المية عادية يا جماعة، انا ما كنتش حاطة مية سخنة، مية عادي من الحنفية، وحطيتها بقى على النار لحد ما تغلي، شايفين اهي، علشان الناس ما يقولوش مثلا انت سويتيها بطريقه تانية، لا اهي ادي المج في الحله عندي، الميه بتغلي والحله متغطيه، وهسيبها تقريبا يعني انا هنا الكميه دي سبتها تقريبا ساعه علشان اتاكد انها استوت كويس من جوه، لان طبعا الكميه كبيره جوه بعضها كده، عشان اضمن انها من جوه وصلت لدرجه السوى. بعد كده بقى عندي بعد ما تستوي، ادي عندي بعد الساعة تقريبا، شايفين المية برضو بينزل فيها دهون، لان تقريبا يعني
اللحمة نفسها بتسخن وبتطلع دهون بتنزل من على جوانب ورق الفويل اللي انا حطاه. هحاول اطلعها وبعد كده هبدأ بقى اني افضيها في طبق او في صينية، وهنشوف بقى هتبقى ميتها ودهونها فيها. طبعا لسه سخنة جدا بس ناخد بالنا. طبعا بتكش وكميتها بتقل، بس عايزة اقولكم ان ريحتها طالعة حلوة جدا جدا وهي بتستوي، بالرغم ان هي متغطية ولكن برضو ريحتها طالعة تحفة. هبدأ بقى اني افضيها كده بالشكل ده، شايفين اخدة شكل الرول ومسكت في بعضها كده، وفظيعة بصراحة، حلوة قوي 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 وريحتها طالعة تحفة. بعد كده بقى هاخدها وابدأ اني احمرها في معلقة من السمنة على النار، وممكن انك تدهنيها باي صوص وتدخليها الفرن لو انت حباها مشوية ومش عايزاها متحمرة. انا هنا حطيت بس معلقة من السمنة واستنى لحد ما تسخن. زي ما قلنا ممكن تعملي صوص مثلا من الزبادي وصلصة الطماطم مع شوية ملح وفلفل اسود وتدهنيها وتدخليها تحت الشواية، او انك تحمريها زي ما احنا هنحمرها كده بالشكل ده. هبدأ بقى اقلبها كده على كل الجوانب لحد ما تتحمر من جميع النواحي. شايفين شكلها حلو قوي قوي، فعلا تحسي ان هو عرق لحمة باردة، شكله حلو قوي قوي. تقدم بقى مع مكرونة وبطاطس محمرة، بجد يا جماعة تحفة والله، وريحتها فظيعة فظيعة. شايفين شكلها، شكلها يجنن بجد، ما تخ... يعني ما تحسي فعلا انها لحمة باردة انتي عاملاها. طبعا ميزتها هنا بقى غير اللحمة الباردة انك تقدري تقطعيها حتى لو هي سخنة، تقدري تقطعيها ومش هتتهري معاكي. اللحمة الباردة لازم نسيبها لحد ما تبرد علشان خاطر ما تتهريش، لكن هنا حتى وهي سخنة انا هنا مقطعها وهي لسه سخنة. وقطعي بقى التقطيع اللي انت عايزاها، عايزاها سميكة شوية، عايزاها رفيعة، يعني اللي يريحك. شايفة متماسكة جدا وما بتفكش وما بتتهريش، بجد رائعة. يعني ادي اول قطعة انا قطعتها سميكة شوية، اللي بعدها يعني احاول اخليها ارفع من كده، لسه سخنة جدا جدا. شايفين بجد تحفة تحفة، حلوة قوي قوي وسهلة قوي طبعا، وبجد يعني رائع، حلوة قوي، شكلها شيك جدا لو في عزومة او في، يعني حلوة قوي على السفرة، وشكل جديد وطعم جديد، ان شاء الله يعجبكم. انا عايزة امسكها وريكي قد ايه هي متماسكة وما بتفكش. وبالهنا والشفا.